المهنة الصارف هي شوف العزين والفرينة فيها القوت فيها تعفهم كان باراكة من عند ربي وصاي 145 سنة والفور هذا الفور راه في 145 وكل 10 15 كنا نعاودو هذه راه عندها بعد 145 عام من وقت الاستعمار ورهيب انني فيها في 30 عام كان فيها بلا الوالد من قبل وانني فيها 30 عام انا الزيرو راك تشوف الحاضرين على الخبز التقليدي والتراث اللي مشهوره به الخبز التقليدي بلا المطلوع تاع الفران هما يقولوا خبز الفران فوقاص خبز الحمراء تاع اصحاب البلاليستوم اصحاب الديابيت والزرع والمطلوع طاجين ونطيبوا كاع انواع الخبز في رمضان المهم بخبزة ناتيرا ما فيه لا محسن غير با ناتيرا كبير رانا مكان لا شومبره تاع وين تخمره لا والو كيما تخمر خبز في الدار لا يخمر هنايا وشا يعني كاع من 1800 اكلك احنا اللي نعرفوا احنا كنا صغار كنا عندنا الكوشه كنا عندنا وحده ديسان فوق ديسان رسميناه 1922 وديسان واحد اخر 1928 ولا اخر 1929 لا غالب كي حبسنا في 98 واقيلا حبسنا واه في 99 في 98 حبسنا الكوشه مده 10 سنوات اللي كاين لا سما كل شيء هدمه عاودنا احنا الاولاد الحاج علي مول الكوشه عاودنا الكوشه بنيناها قلنا نعاودوا نخدموها بالخبز التراديسيونيل باسكو احنا على حبسنا غلب عليها الخبز الصناعي ويقلك ثم يقلك تجدد كلش احنا حبسنا عاودنا بالخبز التراديسيونيل راك تشوف فيه ها هو نخدموا الحمراء الزرع نخدموها في رمضان كيما الفوكاس كيما هذه خبزه تاع 2000 خبزه تاع 1000 وهذا كل شيء تراديسيونال ما فيه ني زيت ني برودوي اميليورون ني والو كاين خماره كاين فرينه كاين خماره فرينه والملح والسكر هذا مكان باب لك في 1955 راكب حنايا كي جينا حنا جينا لقيناها كيما هكا وكانت كان الفول هذا يطيب هنايا كان هنا كاين الباب نديروا الحطب نعقلها جات يحكي لي الوالد على واحد الدجاجات في 67 كل شيء حبس كان خراف الله يرحمه كان عنده الحطب كان عنده واحد الحطب قال لي بويا جهنم وما تاكلهاش كي جات ديك الاخرى ما بقاش منه مده شهر ما بقاش منه حاجه كان يبيع لنا الحطب كنا له الحطب من بعد درنا هو لوفو تاع الغاز هاي هذه تاع الغاز ولا يطيب بالغاز ما ولينا نربحوا الوقت به شويه رمضان كريم للأمة الإسلامية أجمعين إن شاء الله والسكان سعيدة خاصة المخبزة معروفة من اللي كنا إحنا أطفال نجو نشرو هنا الخبز عند عمي علي الله يطول في عمره إن شاء الله ويعطيه الصحة محمد شد نفس الميزة تاع أبوه كمل هذه 30 سنة هذه راه توجور نفس الخبز وفي رمضان تلقى انواع الخبز كيما تلقى هذه النوعيه تاع فوكاس تلقى نوعيه تاع الحمراء تلقى بزاف انواع والناس تشتهي كيما والاسعار في المتناول اسعار في المتناول الجميع ان شاء الله ربي يدوم هذه النعمه وهذه البركه وان شاء الله رمضان كريم للجميع ان شاء الله.